أكثر من 9600 محاضر تربوي مجاني في النجف سئموا الوعود الحكومية بالتعيين، فكان هذا المشهد. محاضرون نجف يعتصمون في شوارع المحافظة منذ أيام لمطلب حق تأبى الحكومة الاستجابة له منذ سنوات، ألا وهو التثبيت على الملاك الدائم لوزارة التربية. هتافات وأهازيج المحاضرين لا تتوقف في ساحة الصدرين وباقي مناطق النجف إلا بتحقيق المطالب. عندنا محاضرين موجودين من 2013، عندنا من 2016 ولحد الآن نعمل بالمجان. طبعاً خرجنا اليوم من أجل مطالبة بحقوقنا، من أجل إنصاف هذه الشريحة المظلومة التي لا زالت تعاني لها هذا اليوم. طبعاً منهم قسمهم لحد الآن تعدى 50، هذا إذا إجا تعيين بعد شنو بقى بحياته أصلاً؟ ما راح يحصل أي شيء، قبل يتقاعد شنو شاف من حياته؟ وصل الحال بأحد المحاضرين إلى مناشدة وزارات أخرى غير وزارة التربية بعد أن يئسوا من استجابة الأخيرة المعنية بمطالبهم. بنطلب من الوزارات البقية أنه تساعدنا، أنه تحكي عنا، لأن وزارتنا ساكتة، وصلنا لهالمرحلة هاي. نطلب من أعضاء البرلمان يساعدونا، لأنه وزارتنا ما تدخلت ولا لقيت لنا حل ولا سمعنا لها صوت بأي جلسة صارت المجلس الوزراء. محاضر آخر يشد من أزر زملائه أكثر، مؤكداً أنه لا حل أمام المحاضرين سوى التظاهر والاعتصام وربما الإضراب لاحقاً لتحقيق المطالب. كل الحكومات السابقة والحكومات الحالية لم تنصف أي شريحة من الشرائح المهمشة إلا بالتواجد في الساحات والتظاهرات. فيما يتساءل أحد المعتصمين عن سبب عدم تثبيت المحاضرين المجانيين في وقت تعاني فيه مدارس النجف من نقص حاد في الكوادر التربوية. المدارس بحاجتنا، النقص واضح بالمدارس، صار يومين مسوين اضراب للأسف الشديد عطلت المدارس، قاعد الطلاب تطلع تقريبا 9:30. إذا هاي المدارس بحاجتنا ليش ما يثبتونا؟ ثبتونا على الملاك الدائم لوزارة التربية، هذا كل ما يطالب به المحاضرون وتفشل الحكومة بتنفيذه إلى اليوم.